أنا عبده كرم، أنا أهم مصمم أزياء بالبلد. بصراحة بدي أخبركم سر صغير. أنت واحد مجنون ومريض، بدك علاج. اللي صار مش بإيدك، الحياة بدها تستمر. ندى، دكتورة ندى. عن جد ما عرفتيني. شو مشكلتك؟ كل ما أتعرف على مرة حلوة تعرفي إنك أحلى شيء صار بحياتي، بتغرم فيها بسرعة. تعرف إنه أنت كل حياتي. مشكلتي هي إني كمان بزهق بسرعة. عبدو، شو صار لك؟ فلي من هون أنت وشميتك. مين بحب يبلش؟ مين بحب يخبرني عن حاله؟ لما كنت صغير حس بشيء غريب، وخصوصا باتجاه الجنس اللطيف. ستاف؟ أنا اسمي سينتيا، أنا عندي مشكلة بس هالقطعة وهون. أنا عنتر. يلا عالبيت يلا. بس بخاف من مرت. الله يرحمه، كان من أعز أصحابي. هيدي المرحومة أختي. فرق العمر اللي بيننا، وإذا كنت أكبر منك بشوي ما بيأثر يا تقبرين. عم تضحش على أمي يا حلمي؟ أمك كتير طيبة. لا 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 خفف. صراحة أنا ما بعرف ليش أنا هون، بس أنا بحب ال... ألو سليم. سليم سليم. خلاص هلأ ركزوا معي منيح لحتى أخبركم شو هي الخطة. إن شاء الله بتبقى هيك كل حياتك، مبسوط وعايش بالكذبة. عن جد بتحبها كتير أمي. كمل عبدو. أنت أحلى مرة شفتها بحياتي، هديك قوية. شوفك الخميس. لكن لحقي غيري تيابك بسرعة وطلبي تاكسي هلأ. ليش؟ لحتى توصل الخميس.